السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه حلقه نخصصها للحديث عن الاعتداءات المتكرره التي تتعرض لها انابيب النفط الخام من قبل ميليشيا الحوثي وتاثير هذه الاعتداءات على الاقتصاد الوطني وعمليه نقل وتصدير النفط. حذرت شركة صافر النفطية من خطورة سحب ميليشيا الحوثي للنفط الخام من الأنبوب الرئيس الواصل إلى محافظة الحديدة، وقالت في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية إن الميليشيا اقتحمت محطة تخفيض ضخ النفط الخام التابعة للشركة بمحافظة ريمة، وقامت بسحب النفط منها ومن الأنبوب الرئيس الواصل إلى رأس عيسى. وحذرت الشركة من خطورة إفراغ النفط الخام من الأنبوب الاستراتيجي وتعرضه للصدى والتآكل والتدمير وما سيترتب على ذلك من تبعات بيئية كارثية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: لماذا تتعمد ميليشيا الحوثي استهداف موارد البلاد الاقتصادية؟ وما هي التبعات الاقتصادية جراء استمرار الميليشيا في استهداف أنابيب النفط؟ نتابع هذا التقرير سويا ومن ثم نبدأ النقاش. حرب على الاقتصاد والبيئة والإنسان هي الحرب التي تجري حاليا في اليمن، وأحد أطرافها ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي لجأت مؤخراً لاستنزاف النفط المخزون في أنبوب النقل الممتد من حقول صافر إلى رأس عيسى، والذي يعد وجوده ضرورياً لبقاء الأنبوب سالماً من التلف. فقد أعلنت شركة صافر لعملية استكشاف وإنتاج النفط الحكومية المالكة لهذا الأنبوب أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية اقتحمت محطة تخفيض ضخ النفط الخام التابعة للشركة والواقعة في محافظة ريمة بهدف سحب النفط الخام منها ومن الأنبوب الرئيس للتصدير من حقول الإنتاج بمحافظة مأرب إلى رأس عيسى في الحديدة والمخزون منذ عام 2014، وهو تاريخ توقف ضخ النفط عبر هذا الأنبوب. الشركة أدانت في بيان لها الاعتداء على المحطة وخط الأنبوب الرئيس، وأدانت في الوقت نفسه أعمال النهب التي تطال مخزون النفط في هذا الأنبوب الذي يعود تاريخ إنشائه إلى منتصف ثمانينيات القرن المنصرم. وحذرت شركة صافر في بيانها من خطورة إفراغ النفط الخام من الأنبوب الاستراتيجي والذي سيعرضه للصدى والتآكل، وبالتالي سيساهم في تدمير الأنبوب والذي يعد أول خط استراتيجي لضخ النفط في اليمن، تم إنشاؤه في نهاية ثمانينيات القرن الماضي بملايين الدولارات، فضلاً عما ستتسبب به هذه الخطوة من تبعات بيئية كارثية على الأرض والإنسان. الشركة توعدت بملاحقة كل من شارك في هذا العمل التخريبي والإجرامي بالملاحقة القضائية، وبأن أي منهم لن يفلت من العقاب ولن يسقط هذا الاعتداء بالتقادم. ليس هذا الاعتداء الأول من نوعه الذي تقوم به الميليشيا على أنبوب نقل النفط هذا، فقد سبقه اعتداء في باجل أدى إلى تفجير الأنبوب وإهدار آلاف الأطنان من النفط في البيئة الزراعية المحيطة بمنطقة مرور الأنبوب. يأتي ذلك في إطار مساع لا تتوقف من جانب الميليشيا لتأسيس سوق موازية للمشتقات النفطية تتحكم بكافة عمليات تداول هذه المشتقات واستثمار العائدات في استدامة الحرب كما تقول الحكومة، ولتعزيز قبضتها على السلطة في مناطق نفوذها الحالية وفقا للمراقبين. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من العاصمة التركية أنقرة الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. سيد حسام مساء الخير. مساء النور، أهلا بك وبكل المشاهدين. أهلا بك سيد حسام. يعني نتحدث اليوم عن عملية الاستهداف للموارد الاقتصادية من قبل ميليشيات الحوثي، ويعني نتساءل هنا ما الأهداف السياسية التي تسعى إليها الميليشيا من سحب خط أنبوب النفط الواصل إلى محافظة الحديدة؟ في حقيقة الأمر هذه الخطوة كانت متوقعة، لأن ميليشيات الحوثية تؤمن بأن أي قطعة أرض لا تحكمها يجب أن تحرق، وأن أي مورد لليمنيين يجب أن يعود إلى جيوب هذه العصابة وليس للمواطن اليمني بشكل عام. وبالتالي فإن هذه الخطوة هي امتداد للخطوات الأخرى التي سبقت من محاولة السيطرة على كل موارد البلاد، ومعروف بأن تصدير النفط كان قد توقف عبر هذا الأنبوب. يرى الآن الحوثيون بأن ضمن رؤيتهم لأن اليمن يجب أن تكون تحت سيطرتهم وضمن ملكيتهم الخاصة، أن هذا الأنبوب ما دام لا يخدمهم وإن كان يخدم الشعب اليمني بأجمعه يجب أن يتوقف وأن يذهب إلى الخراب أو إلى الجحيم. إذن نحن أمام جماعة فاشية لا تؤمن إلا بما يعود بالنفع عليها مباشرة، ومع الأسف هذا الأمر يزداد كل يوم بممارسات
سواء في مجال النفط أو في غيره. التاجر اليمني مطارد في أرضه، ومعظم الأنشطة تم خلق اقتصاد موازي تماما لصالح قيادات الجماعة، وبالطبع طبعا يهدف هذا الأمر إلى تغيير ديموغرافي وتغيير اجتماعي شامل للحياة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات الحوثيين. ومع الأسف طبعا هذا يعني عدم إمكانية وجود، إذا في حال خراب الأنبوب وتعرضوا للصدى، فإن هذا المشروع ربما قد لا يعود مرة أخرى إلا بتكاليف كبيرة جدا. مع الأسف هذه الميليشيات لا تلقي بالا، لكن القيام سيد حسام بهذا العمل، يعني كون الميليشيا وقياداتها يعني تتحدث بشكل دائم أنها يعني تتحدث بصفة الدولة وأنها يعني لديها مشروع دولة وما إلى ذلك، وبالتالي تقوم بأفعال كهذه الأفعال، وهذه الأفعال يعني هل يعني تعتبر في إطار عدم الإدراك بالمسؤولية وأيضا يعني ب يعني المسؤولية الوطنية في في فيما يتعلق بمسألة الحفاظ على الموارد الاقتصادية، أم أن الموضوع يعني بات متعمد ولا توجد لديهم أي اعتبارات في هذا الأمر؟ أنا أستطيع أن أقول بأن هذا الموضوع بسبق الترصد يعني متعمد جدا، لأنه يأتي ضمن خطوات أخرى كما ذكرت لك. لقد تم يا سيدي العزيز القضاء على شركة النفط اليمنية وتحويلها إلى غير نافعة أو لا تقدم أي عمل في المجال النفطي، وتحويل العمل استيراد النفط إلى لصالح القيادات الحوثية ومصدر لإثراء للحوثيين فقط. وبالتالي طبعا ما تقوم به الميليشيات هو عمل ممنهج الحقيقة، ليس عدم استشعار المسؤولية، ولكنه عمل ممنهج يستهدف إلى تحويل جميع المصادر الاقتصادية إلى يد وإلى أرترياء هذه قيادة الميليشيات، وبالتالي زيادة السيطرة وإحكام السيطرة على الموارد الاقتصادية في المناطق التي تخضع لسيطرتهم. وهذا على الأقل ربما تساوم الآن الحركة الحوثية مستقبلا حول هذا الأنبوب، لأنه في حال عودة التصدير أو في حال التوصل إلى اتفاق ما سيتم المساومة لحصول الميليشيات على نستطيع أن نقول جزء معين من الريعة، هذه الريعة المصادر النفطية بشكل عام. نعم. إذن هو تدمير ممنهج ومتعمد، لأن هذا المشروع أو لأن شركة صافر بشكل عام لا تخضع لسيطرة الحوثيين، وبالتالي محاولة لترقيع الشركة، وأيضا محاولة لسرقة استمرار لسرقة موارد اليمنيين وتحويلها لصالح الميليشيات بشكل عام. نعم. ابقى معي سيد حسام، وسنشرك معنا في النقاش، سينضم إلينا من ماليزيا المحلل الاقتصادي سيد عبد الواحد العوبلي. سيد عبد الواحد مساء الخير. مساء الخير أخي شادي. أهلا بك سيد عبد الواحد. نتحدث في حلقة اليوم عن يعني استمرار ميليشيا الحوثي في العبث بالموارد الاقتصادية الخاصة بالدولة، ونتساءل هنا يعني ما الآثار الاقتصادية التي قد يسببها سحب أنبوب النفط الواصل إلى محافظة الحديدة وهذه العملية التي تمت في محافظة ريما؟ زي ما ذكرتم في تقريركم، زي ما ذكر الأخ السعيدي، الموضوع التدمير الممنهج الذي بتقوم به ميليشيا الحوثي على مقدرات الدولة وما أنجزه الشعب اليمني طوال عقود، يتم تدميره بشكل ممنهج. وهذه طبعا وهذا الاعتداء على محطة تخفيف الضغط BRS2 ليست الأولى، فقد حصل اعتداءات سابقة، يمكن كان آخرها قبل عام في أبريل 2018 عندما تم الاعتداء على محطة تخفيف الضغط في رأس عيسى ونهب محتويات مشروع رأس عيسى النفطي الذي كان من المفروض إنجازه خلال عام 2015 لولا حدوث الانقلاب. فهناك تدمير ممنهج، وفعلا التدمير بدأ وأصبحت هذه المنشآت كلها غير صالحة للعمل، وأصبحت أغلب أجزائها بحاجة إلى استبدال. لما نتكلم على الأثر الاقتصادي، احنا بنتكلم على حوالي 600 ألف برميل موجودة داخل الأنبوب، سيستفيد الحوثيين من قيمتها كخام كنفط خام،
بالاضافه الى، لكن هم لا يدركون ان مثلا شط النفط من داخل الانبوب سيسبب تلف الانبوب نفسه، لانه ما يحافظ على الانبوب طوال هذه السنوات من التاكل والحراره وعوامل الطقس والاحتكاك مع التربه، كل هذه العوامل يحافظ النفط الخام على الانبوب عندما يكون داخله. بمجرد شفط النفط من داخل الانبوب فهذا سيسبب تلف الانبوب بشكل نهائي. نعم. لما يتكلم على تلف الانبوب يتكلم على ما لا يقل عن 2 مليون دولار تكلفه الكيلو متر واحد من لاعاده بناء انبوب النفط. هذا الانبوب بني في نهايه الثمانينات وكلف حوالي مليار دولار امريكي. فلكي تستعيد البلد انبوب جديد زائد ميناء جديد زائد المنشآت التي كان سيتم انشائها في راس عيسى وتم نهب موادها من قبل الميليشيا، بنتكلم كذلك عن 200 مليون دولار اخرى كانت تكلفه المشروع الذي تم نهبه من قبل الميليشيا. نعم. فكل هذه الاشياء وكل هذه الاصول وكل هذه المقدرات يخسرها البلد يوما بعد يوم، والميليشيا لا تدرك او ربما تدرك وتتعمد هذا النوع من الاذيه وهذا النوع من التدمير. نعم. سيد عبد الواحد، يعني كونك متابع للملف النفطي، يعني كيف تنظر الى استمرار الاعتداءات على انابيب النفط في جميع المناطق؟ هو كويس انك فتحت هذا الموضوع. الشركه صافر او إدارة الأمر الواقع الموجودة في شركة صافر حاليا، نعم، قدمت بلاغ وتقدمت ببلاغ حول الاعتداءات على الأنبوب ضمن مناطق الميليشيا، لكن ماذا عن الاعتداءات التي تحصل كل يوم والنهب المنظم الذي يحصل كل يوم للنفط الخام ضمن المناطق الشرعية؟ نعم. في مناطق الشرعية ما بين محطة CBU المحطة المركزية شركة صافر وخولان في محافظة صنعاء، هناك أكثر من 250 اعتداء حصلت خلال السنة الماضية فقط، وكل هذه الاعتداءات لم يتم التبليغ عنها وتم نهب النفط من داخلها، والأنبوب حاليا تالف وتملؤه الأتربة ومخلفات حريق ما تبقى من نفط خام. فهنا نجد تعامل بازدواجية، ونجد أن المجرمين يتم التبليغ عنهم من طرف ومن طرف آخر يتم السكوت عنهم، وفي النهاية جميعهم يتسابقون على نهب مقدرات البلد وعلى تدمير ما تم بناؤه طوال سنوات. نعم. ابقى معي سيد عبد الواحد، واذهب لضيفي من انقره حسام السعيدي. يعني سيد حسام، يعني نتحدث هنا عن لو يعني تضعنا في فكره حول التبعات الاقتصاديه جراء استمرار استهداف انابيب النفط بشكل عام سواء في مناطق الميليشيا او في مناطق سيطره الشرعيه. حقيقه طبعا النفط يمثل كما تعرفون ثروه قوميه، وبالتالي هو في ظل الأوضاع الأمنية غير مستقرة يسيل عليه لعاب الميليشيات وأيضا مراكز النفوذ المختلفة. ونحن نعرف أن شركة صافر يعني مع الأسف لا حول لها في كثير يعني أمام كثير من الاعتداءات. التبعات الاقتصادية أولا يمكن حسابها من جهتين، تبعات اقتصادية مباشرة وهي عن نتيجة الخسائر التي تنتج عن تسرب النفط أو حتى سرقته، هذا طبعا من مخزون البلد ويمكن حساب قيمته عن طريق الفاقد، يعني كم تكلفة الفاقد وبالتالي تحسب التكلفة المباشرة. هناك تكاليف أخرى، أولا التكلفة المباشرة الغير المباشرة التي يمكن الحديث عنها هي التكاليف البيئية، والتي أيضا معالجة أثر هذه الاعتداءات صعب ويحتاج إلى مدى طويل. وأيضا المدى الآخر هو أن الشركات النفطية بشكل عام لن ترى مستقبلا اليمن مكانا آمنا للاستثمار في المجال النفطي، وأن المصالح ستكون مهددة باستمرار.
هذين ربما أنا في تصوري الخطرين أو المشكلتين أكثر تأثيرا من المشكلة المباشرة، لأنها تؤثر على تسويق النفط أو تسويق المشاريع النفطية مستقبلا بدرجة أساسية. إذا التكاليف كما ذكرت، طبعا الأرقام مع الأسف لا توجد لدي الآن أرقام مباشرة، ولكنها طبعا بملايين الدولارات. المشكلة المباشرة التي تنتج عن هذه التفجيرات أيضا أنها تعود بخسائر مباشرة وخسائر أعمال الصيانة وإلى آخره على شركة صافر، وأيضا تؤثر على أداء الشركة وأيضا بالمقابل على حصات الحكومة في من النفط. كما نعرف في الموازنة العامة التي تم إصدارها مؤخرا أيضا كانت تعتمد إلى حد ما أيضا على بعض الصادرات النفطية أو على حجم الصادرات النفطية بشكل عام. أي اعتداءات هي اعتداءات تخريبية، والتخريب دائما ما يكون له آثار سيئة كما ذكرت مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي طبعا استمرارها الحقيقة هي كارثة على الاقتصاد القومي، ولا يتعلق فقط باليوم ولكن أيضا يمتد آثاره إلى المستقبل. نعم سيد حسام، يعني قد تتحدث الميليشيا بأن يعني إجراءات كهذه في مسألة تفريغ أنابيب النفط هي بسبب الحصار المفروض على مناطق سيطرة الميليشيا، وبالتالي هي لا تجد النفط متواجد في مناطقها وتلجأ إلى هذه الإجراءات. هذا العمل تخريبي لا يتعلق بهذه النقطة، لكن ربما الميليشيات تعلم بأن إدارة الدولة غير إدارة الميليشيا. يعني تتوقع أن بعد سحب عملية النفط ستلجأ الشركة صافر إلى ضخ النفط مجددا حفاظا على الأنبوب، وبالتالي فهم يعني يرون أنه لا مشكلة ما دام أن كما يقال المثل المشهور الحجر من الأرض والدم من رأس القبيل. نعم. فيعني فقط هو إحداث خسارة في الشركة وإرباك لعمل الشركة وللعمل الحكومي بشكل عام، حتى أن الغرض لا يكون بالضرورة للحصول على مكتسبات مادية. النقطة الثانية أيضا أن المصافي التكرير، يعني أن النفط هو نفط خام وليس مشتقات نفطية جاهزة، وبالتالي يعني العملية وجدوى هذه الأعمال التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في درجة أساسية هي أعمال تخريبية، والهدف منها. طيب هنا ما الفائدة من سحب النفط الخام؟ يعني هل لديهم يعني محطات لتنقية النفط وبالتالي يعني تتم الاستفادة منه؟ ما أعرفه أن المحطات هي تقريبا موجودة، محطة في مأرب ومحطة في عدن، لا أعلم إذا كان في مصافي في مناطق أخرى، ولا أعلم ما إذا طبعا حتى إمكانية تصدير هذا النفط لتكريره في منطقة أخرى أو بيعه كنفط خام طبعا صعبة، لأن الوضع تحت سيطرة الحكومة الشرعية الموانئ والتحالف. لكن ربما يستخدم كما قلت لك الموضوع للمساومة، الميليشيات لن تتبنى الموضوع مباشرة وستقول بأنها من قام بها هو قبائل محلية أو ستلتقها بأي مخربين إلى آخره، والهدف سيكون الضغط. إذا ما رأيكم أن نعيد عمل الأنبوب لكن بمقابل أن نحصل على نسبة معينة أو نحصل على هكذا؟ وسيطرح الموضوع في تصوري في مفاوضات قادمة. الميليشيات الحوثية ستحاول بهذه الطريقة الضغط على الحكومة من أجل عدم خراب المشروع أن تحصل على نسبة معينة من الصادرات النفطية. قد يطرح هذا الموضوع في المفاوضات ربما القادمة أو حتى في مفاوضات تدخل المتعلقة بميناء الحديدة وإلى آخره، ربما هذا الإجراء هو مقدمة فقط لشيء كهذا. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الباحث الاقتصادي حسام السعيدي، كنت معنا من العاصمة التركية أنقرة. وأعود لضيفي الآخر المحلل الاقتصادي سيد عبد الواحد العوبلي. سيد عبد الواحد، يعني نتساءل هنا، النفط الذي تم سحبه من داخل الأنابيب هو نفط خام، إذن ما الفائدة للميليشيا بسحب نفط خام من الأنابيب؟ هو شكرا على سؤالك، أنا بس أحب أصحح المعلومة عند الأخ السعيدي. نعم. إنه النفط صافر بالإمكان من نوعية النفط الخفيف جدا، ربما يعتبر من أفضل أنواع النفط في العالم. ميزة هذا النفط أنه بالإمكان استخدامه مباشرة بمجرد خلطه بكمية متساوية من الديزل، بالإمكان استخدامه مباشرة في المضخات الزراعية وفي مولدات الكهرباء من نوع كتربلر كبيرة الحجم. نعم. فبالإمكان استخدامه مباشرة دون أحيانا دون حتى عملية التصفية. بالإضافة إلى ذلك هناك أكثر من نصفة صغيرة
تم إدخالها للبلد، وتم اكتشاف مؤخرا نقطة خاصة بتاجر يدعى العياني في منطقة الحتارش، وتم تداول صور هذه المصفاة. والمعلومات التي عندي هي في صنعاء، أن هناك عدة نعم الحتارش صنعاء نعم. والمعلومات اللي عندي تؤكد أن هناك عدة مصافي أخرى، ربما 3 مصافي أو 4 مصافي أخرى دخلت البلد وتتواجد في عدة مناطق. اللهم لن يصلها الإعلام ولم يتمكن الرافضون من أخذ صور لها وما إلى ذلك. خلاف ذلك، في العام الماضي خلال أبريل 2018 عندما شرعت الميليشيا بشفط النفط من داخل الأنبوب، كان في اتفاقية واضحة بين الميليشيا وبين الاتحاد الزراعي لشراء النفط الخام. فمنطقيا ماذا سيقوم الاتحاد الزراعي، بماذا سيحتاج الاتحاد الزراعي ليشتري نفط خام؟ وسيستخدمه بعد خلطه بديزل او بعد تكثيره بواسطه هذه المصافي الصغيره، نعم، في تشغيل المضخات الزراعيه لاغراض سقايه القات تحديدا، لانه هو هذا الصناعه الاكبر. نعم، اذا سيد عبد الواحد، هنا ما الذي يمكن ان تقوم به الحكومه الشرعيه لحمايه هذه الانابيب، يعني باعتبارها مورد اقتصادي سيادي؟ سيد عبد الواحد هل تسمعني؟ نعم، إذا يبدو أن الاتصال بالسيد عبد الواحد العوبلي قد فقد، وبالتالي يعني داهمنا الوقت ووصلنا إلى نهاية حلقة الليلة، نكتفي بهذا القدر. وأشكر ضيفي، أشكر السيد عبد الواحد العوبلي كان معنا من ماليزيا محلل اقتصادي، وشكر أيضا للمحلل الاقتصادي أو الباحث الاقتصادي حسام السعيدي كان معنا من العاصمة التركية أنقرة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.